يعني انا اقن له كل معزه وكل تقدير وكل احترام، لكني دايما اقف قدام منصب الامين العام لجامعه الدول العربيه ده ومش عارف بيتولوا لي بيعملوا بيه. يعني كل اللي تولوه على فكره من ايام عبد الخالق حسون اظن، طبعا كانوا ناس افاضل وكل حاجه، لكن ايه العرب عملوا ايه؟ يعني مع تقديرنا يعني مش عملوا ايه في بلادهم، ممكن يكونوا كويسين في بلادهم وكل حاجة، لكن الأمة العربية كيف واجهت مشاكلها منذ 48؟ يعني معلش. طيب معانا الست اللواء ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي والمياه ومياه الشرب. ست اللواء مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا محمود بيه. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا بيك. القاطع المياه دوت المسألة دقيقة من 4 ل 12 فعلا؟ ان شاء الله هيبقى اقل من كده، بس احنا بنحط الوقت ده احتياطي. احنا حصل عندنا جزء يعني بعض المؤشرات بتاعه التشغيل كانت ادت مؤشرات عاليه شويه. طيب ده مؤشر ان احنا لازم نراجع الخط كله، فالفتره دي بنوقف الطرمبات بتاعتنا كلها ونبتدي شغالها واحده واحده عشان نتاكد من المنظومه كلها. طب ما كانش ممكن ست اللواء، طبعا انت ادرى انت راجل فني، انه مثلا ناخد حته حته؟ هو للاسف ان على فكره هي مش الجيزه كلها هتتاثر، هي مناطق، بعض مناطق الجيزه يعني المناطق المريوطيه والامن المركزي اللي هو الطريق الصحراوي، حدائق الاهرام، الرمايه، الكوم الاخضر اللي هو في شمال الهرم والطوابق، جزء من فيصل. فمش كل الجيزه هتتاثر دي محطه امبابه بتغذي منطقه معينه اللي هو مجموعه المناطق اللي انا اشرت ليها دي. كان في قطع النهارده الست اللواء في بعض المناطق في الجيزه برضو في الهرم وكده، هو بيبقى غالبا بيبقى اعطال او نقص في كميه الميه. ما احنا اتفقنا في عندنا في الجيزه نقص في كميه ميه هيوصل حوالي 30,000. عندنا نقص في كميه الميه في المناطق الجيزه 30,000 متر مكعب في اليوم. فاحنا في منطقه المناطق بتاعه امبابه دي، فاحنا ده بيأثر على المناطق. لا معلش ست اللواء خلينا نقف شويه عند الرقم ده كده بس ونتامله مع بعض. اتفضل. 30,000 متر مكعب ميه ناقصين عن الجيزه. بنعمل فيهم بنعوضهم ازاي دول؟ ما بنعوضهمش بقى، بنعوضهم احنا حاليا دلوقتي. دي احد اللي احنا الصيانه اللي احنا بنعملها المره دي بنحاول نعرف ايه سبب نقص كميه الميه المنتجه من المحطه، ان قد يكون احد المحابس مقفوله او كده، فاحنا بنعمل مراجعه كامله على المحابس اللي موجوده على طول الخط 30 كيلو. محابس ايه ست اللي هو اللي مقفوله؟ الخط فيه خط بيبقى بيوصل من المحطه لغايه خزان الرمايه. بيبقى مين اللي يقفل المحبس؟ بيبقى عليه محابس، بيبقى عليه محابس غسيل. مين يقفلها يعني؟ ممكن اي حد، ممكن اي حد يتحكم في محبس المايه عن منطقه سكنيه؟ لا لا لا، مش بتحكم، مش مناطق سكنيه. الخطوط دي يا فندم بتبقى ماشيه في طرق بعيده عن الـ عن الـ عن السكن يعني. ايوه المايه دي راحه فين سيادتك؟ المايه دي راحه فين؟ راحه الخزان الرمايه. الخزان بيدي لمين؟ الخزان بعد كده بيغذي بقى المناطق بتاعه المريوطيه. طيب يعني المايه دي في الاخر راحه للناس؟ طبعا. فاي حد يتحكم في المحبس؟ ما هو احنا بنراجع بنشوف حد. احنا المفروض ان احنا الصيانه اللي احنا بنعملها للمحابس بتاعتنا بنتاكد ان هي كلها مفتوحه. يعني ايه تتاكد يا ست اللواء؟ لا اشرح لي اكتر، يعني ايه تتاكد؟ ما هي طبيعي مفتوحه، مين يقفلها؟ مفتوحه بس هي مش تحت، مش تحت امن وحاجات زي كده؟ يعني مين يقفل المحبس الميه؟ لا لا، الخطوط بتبقى موجوده وماشيه وبيحصل ممكن. لا سيادتك دلوقتي مشكورا قلت لي ان احنا بنتاكد ان كل المحابس مفتوحه. أيوة. مين اللي يقفل محابس الميه؟ فوده وعاشور وكده ولا ايه؟ لا 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 امال. يعني ايه؟ ما لا لا احنا إيه، ممكن وهو في اعمال الصيانه ممكن العامل وهو بيقفل المحبس او بيفتحه، لما بيجي يفتحه ممكن يكون ما فتحوش لغايه الاخر، لان احنا كلها بتبقى محابس يدويه وباستخدام العامل هو اللي بيفتح او الفني هو اللي طيب. بيفتحه. طيب دلوقتي خلاص احنا ان شاء الله بكره من الساعه 4 عصرا لغايه الساعه 12 مساء مفيش ميه. أيوة. على المناطق اللي سيادتك ذكرتها وقلناها في التقرير، وان شاء الله الناس اللي عندها خزانات في البيوت بتاعتها مش هتحس بالقطع ده كمان. طبيعي ما عندها خزان تطمن بقى انه مليان وتشوف اخباره ايه. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب كويس، ده بنعمل صيانه للمنطقه دي. هل في ان شاء الله الاسبوع الجاي صيانه اخرى في مكان اخر في الجيزه برضه؟ لا ده حاليا دلوقتي مفيش حاجه، احنا دلوقتي مستنين الخط بتاع اكتوبر اللي هو هيحل لنا مشكله المناطق. طيب. بتاعت الاهرام والمريوطيه. طب في حل لل 30,000 متر مكعب دول ولا المحبس لما هنلاقيه مفتوح ولا هنلاقيه مقفول هيدي 30 متر مكعب ولا ايه؟ لا 30,000 طبعا كميه، هو مش لازم ال 30 كلها.
نعم. احنا محطة امبابة دي المفروض بتدي 200,000، انا عندي بتطلع حاليا دلوقتي حوالي 160، فاحنا بنحاول نشوف ايه الاسباب اللي تخلي الفرق ده مش ما بيطلعش من عندنا. يعني محطة امبابة المفروض بتطلع 200,000 متر مكعب، بتطلع 160,000 فجأة كده؟ لا مش فجأة، هي دي مرحلة جديدة أضيفت على المحطة حاليا دلوقتي، اللي هو بنزود كمية المية بتاعتها. فاحنا دلوقتي في مرحلة الاستلام والقياسات بتاعة المحطة عشان نتأكد إن احنا بناخد ال 200,000 بتوعنا. طيب سيادة اللواء ممدوح رسلان، شكرا لسيادتك رئيس شركة القبضة للمياه والصرف الصحي. في حاجات كتير في البلد، يعني الرئيس بيشتغل وبيقابل علماء وبيقابل وزراء وبيقابل مسؤولين وكويس، بس في حاجات عايزه تأمل. قلتها قبل كده مش عايده تاني، لو بيتضايقوا مني بيزعلوا مني معلش يزعلوا بقى، ما هو انت قدامك حاجه من الاثنين، يا تقول اللي انت حاسس بيه وشايفه ان هو مناسب لبلدنا في الظروف اللي احنا فيها، يا اما نعبط بقى ونقول اي كلام بقى وكلام عبيط كده. مش هنقول الكلام العبيط، هنقول ان في حاجات يعني لابد ان احنا نتأملها. مين بيتولى المناصب العامة في البلد المسؤول عن، يعني ما ينفعش ان انا اسمع انه المحبس ممكن يبقى مقفول شوية مفتوح شوية. محبس ايه وبتاعي ده؟ كلام زي كلام فوضى عاشور بالظبط، ده كلام زي فوضى عاشور بالظبط. لما يبقى عامل ما فتحش المحبس كويس، ايه ده ايه ده ايه ده، احنا فين ده فين ده فين ده، الكلام ده ينفع فين ده؟ ولا ينفع ببصرة يعني. وبعدين الجماعة بدوع الدين اللي مربي دقنه وبتاع ده حلو قوي، ده جميل، دي سنه عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، يخليه بقى في الدين ويدينا وعظ. احنا محتاجين وعظ ومحتاجين كلام في الدين، واحنا بنسعد بشيخنا وعالمنا الكبير خالد الجندي بيجي لنا كل يوم سبت. خليكوا بقى في الدين وبعيدوا عن السياسه بقى، يعني كفاياكوا بقى، كفاياكوا لخبطه في البلد. تعالوا نقابل اعلامي كبير وقدير وصديق عزيز، وانا يعني معتز وفرحان ان انا يعني هيكون ضيفي بعد لحظات الاستاذ الاعلامي الكبير جمال الشاعر. بعد الفاصل، في ذكرى احداث 11 سبتمبر، جمال الشاعر يروي كيف عايشها وكيف يراها بعد 13 عاما.